دلوقتي احنا طالعين المخزين، طالعين الى الكهف، طالعين دلوقتي الى كهف المرمي. شايفين ورايا الصورة جميلة ازاي؟ كهف المرمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة البيت اللي انا كده. معكم الاستاذ جمال والاستاذ اسامة والاستاذ اشرف، اهلا بيكم معلمين اللغه الانجليزيه. تمام، النهارده طبعا هيدربونا على بعض الكلمات في منطقه المخزين، اجمل منطقه. شايفين الجو، شايفين الجو الجميل. تمام استاذ جمال، دلوقتي هعرفنا بعض الكلمات من المنطقه اللي احنا فيها، بعدين الاستاذ اشرف. استاذ اشرف، بعدين استاذ اسامه. هنتعلم بعض الكلمات الخاصه بهذا المكان. مثلا هناخد سي means بحر. برضو من ضمن الحاجات الحلوة الجميلة هنا في المكان دوت كهف المرنيف. زي ما انتم شايفين كهف المرنيف عبارة عن صخرة كبيرة ما تشبه الكهف كده. كيف I have here this peach. It's peach. B-E-A-C-H, peach. It's not peach. We have here long E, peach. Okay? What we are having here, we have the sea. We have the land besides the sea. We have some lands inside the sea, which we call the coral reefs. Coral reefs. Okay? تعالوا نكمل مع بعض الكلمات الحلوة الجميلة اللي خاصة بهذا المكان. طبعا الجو زي ما انتم شايفين مشمس وجميل. أو sunny weather. It's sunny today. It's sunny. S-U-N-N-Y. comes from sun, شمس. sunny weather. okay. الشط زي ما شايفين شط مشمس وجميل جدا. sunny beach. تعالوا نحط كلمة sunny beach في جملة كده نتعلم الانجليش مع بعض. the weather is sunny. it's sunny weather. we went to a sunny weather yesterday. We saw beautiful place yesterday which is called Al-Maghsil. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا. Today I'm so fortunate to be with you on my first online video. This is my first time to record online video and I'm so happy to be with you. أول مرة بصراحة أسجل فيديو أونلاين وسعيد جدا بوجودي معكم. This area is called Maghsil. هذه المنطقة بتسمى المغسيل. It's very very beautiful place, beautiful area. مكان جميل جدا، منطقة جميلة جدا in the Sultanate of Oman. في سلطنة عمان where you can enjoy، يمكنك الاستمتاع. سمعتوا طبعا بعض الكلمات في اللغه الانجليزيه من مدرسين اللغه الانجليزيه الاستاذ اشرف والاستاذ اسامه والاستاذ جمال. تعالوا بقى نتفرج على جمال منطقه المغسيل. شايفين النباتات اللي طالعه هنا جميله جدا. grasses. الاستاذ جمال بيقول grasses. we saw beautiful grasses on the rocks. grasses on the rock. استاذ اشرف هيقول لنا الطائر النورس اسمه ايه؟ سيجا. Yeah, تعلم النهاردة ازاي نتعلم long E. Yeah, I have some words here. Yeah, so I have long E like C. Yes, long E حرف الإي الطويل ده وصوت الإي الطويل ده من أحد الأصوات المهمة جدا في اللغة الإنجليزية اللي بتلاقيها دايما في شكل الإي إي أو الإي إي أو الإي إي. Okay. زي مثلا نص like C E A for example reef. Okay, like beach. You have here a peach. You have beach. Beach and yes. Yeah, a beach. You have beach and peach. You have difference in both words. You have beach with bath or book. You have here beach, shorter. Okay, and you have peach, which P P. You have here lower hook. Peach shorter. Beach. Yeah, we have beach. We plan to buy some, but unfortunately we don't have money. We don't have money for to buy. دلوقتي احنا رايحين هنتفرج على العين اللي جوه داخل كهف المرنيف في المغسيل. معانا الاستاذ جمال، تعالوا نشوف مع بعض. Here's a
حاجة زي نافورة المية كان اسمها blow hole. Blow hole. BLOWHOLE. blow hole. blow hole. تعالوا نكمل. اتفرجوا معانا على المناظر الجميلة اللي هنا. شايفين؟ شايفين الكهف؟ تعالوا نتفرج على المناظر الجميلة. Let's see beautiful scenes. Let's see beautiful scenes. شايفين هنا المنطقة الجميلة دي؟ منطقة جميلة جدا. واو ولا أروع. ما شاء الله. منطقة المغسيل منطقة جميلة جدا. احنا دلوقتي على البحر. شايفين؟ جمال البحر. منطقة جميلة جدا. الشمس هنا قوية. شوف الجماعة هناك عمالين يبصوا على المية مش عايز تطلع. كان المفروض ان المنطقتين دول بيجي عليهم مية بيطلعوا فوق زي النافورة. نافورة مش فاونتين. بلو هول. في نافورة عندي كلمتين. فاونتين اند بلو هول. This is called blow hole. BLOWHOLE. بس طبعا هي دلوقتي ما فيهاش مية يعني للأسف. أظنها وحش النهاردة. شايفين قمم الجبال الجميلة؟ شايفين؟ جميلة جدا صراحة. منطقة جميلة جدا. ياريت أي حد يحاول يزورها يعني. شايفين النباتات الجميلة دي؟ أول مرة أشوفها صراحة. نباتات جميلة. احنا دلوقتي رايحين نعدي الكوبري الجسر. Bridge. We walked. لما نقول الجملة نقول إيه؟ We walked on a bridge. We walked on the bridge. We walked on. ما ينفعش نقول إن. No. We walked on the bridge. Yes. Okay. This is a bridge. We are standing on the bridge. We are standing on the bridge. يعني. We walked. يعني. وقفنا. إحنا واقفين دلوقتي على البريدج. وقفنا على الكوبري. دلوقتي. We walked. We walked. Yesterday we walked. Now we are walking. We are walking because we are walking now. Present continuous. That's المضارع مستمر. الحدث بيحدث الآن. دلوقتي إحنا بنمشي على البريدج. أولي ها. We are walking on the bridge. We are walking on the bridge. لو إحنا بنتكلم على الباست امبارح الرحلة دي كانت في المرسيل وكنا ومشينا على الكوبري أولي. We walked on the bridge yesterday. We walked on the bridge yesterday. Okay. Okay. باي. شايفين الصخرة الجميلة دي؟ It looks like a bird. This rock looks like a bird. ودي كانت رحلتي في المغسيل وأرجو أن تكون الرحلة دي نالت إعجابكم وانتظرونا في فيديوهات جاية جديدة إن شاء الله. وطبعا دي كانت رحلة ترفيهية وفي نفس الوقت تعليمية. تعلمنا فيها بعض كلمات اللغة الإنجليزية من أساتذة اللغة الإنجليزية اللي كانوا معنا. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعمل شير ولايك في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.